السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ نفس الزمارة انا خير منك. ويلي ويلي نفس الزمارة ويلي ويلي، هادي راه حمقة، هادي لا 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 لا، كلشي كيبغيني. سلمي على البنات امي. السلام عليكم ولدي، كي دايره الغزالات؟ كي دايره الفنان؟ فرموت عليكم وريلي هادي الحلقه، وريلي ليا ما عرفتش نظر الولاد، هادي كنشوف الحلقه وين تهضر ولدي، وتعلق مريم وتعلق. السلام عليكم بنات مره اخرى، بغيت نشكر الناس اللي سولوا فيا في انستغرام، تيك توك، اليوتيوب، خلاو لي تعاليق، وحتى سمحوا لي بزاف تلفاتني قلت لكم كنشكر الناس اللي سولوا فيا في تيك توك، في انستغرام، وفي واتساب. بغيت قلتوا لي ساره علاش غبتي من اليوتيوب، ما بقيناش نشوفوك فيه هو تيك توك. ان شاء الله غيابك غياب خير. الخالي مات، الله يولي برحمه الله، الله يوسع عليه ضاقه القبور ويجعل قبره نور على نور، ويجع ويرزقو الفردوس الاعلى ان شاء الله. صراحه هاد 3 ايام ما قدرت ننزل فيها والو، احتراما تقصحنا يعني بالخبر ديال الخالي، تقصحنا ماشي سهله. داكشي علاش ما درنا حتى شي حاجه. المهم ما نجينا البنات اللي بغيت نقول لكم، وهو كنشكر واحد السيده تلاقيت معها في كارفور، هي وبنتها قدام باب الكارفور. كنت دوزيام بوزيسيون، حابسه الطريق وما قدرتش نكمل معاها الهضره. نتمنى تشوف الفيديو ديال اليوم، متابعه وفيه للقناه ديالنا. قالت لي راه ما بقاش كتوصلني النوتيفيكاسيون، ديزابونيت من عندك وعاود تابونيت وفعلت زر الجرس. بغيت نقول لك شكرا لك بزاف بزاف، وتشرفت بالمعرفه ديالك، وسمحي ليا قبيله ما كملتش معاك الهضره، كنت دوزيام بوزيسيون. ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى ويكون بيناتنا تواصل. هنا غنقول لكم الرساله ديال رضا ولد شينويه ليا. النهار اللي جا هنا عندي للدار، الصراحه هذاك السيد ولد الناس، اطيب خلق الله، الله يعمر عمر هذا. وتواصل معايا، اتصل بيا قال لي ساره شي واحد ماله، قال لي راه كان وقع لي، قال لي كان وقع لي نفس المشكل اللي واقع لك دابا، وهو النوتيفيكاسيون ما كتوصلش للمتابعين ديالنا، الاشعارات ما بقوش كيوصلوا للمتابعين ديالنا. فخاصك دير واحد الفيديو قصير تقولي لهم كثروا من التعاليق بزاف بزاف بزاف، علاش ما قدرتوا تكثروا من التعاليق، و بارطاج لي لايك، وحتى ديزابوناو من القناه ضروري، وتعاودوا تابوناو وفعلوا زر الجرس. ديزابوناو تابوناو وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله ترجع لينا التفاعل كما كان. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا رضا صراحه، وكما هو خرج بحقي وقال لكم ساره ظريفه، حتى هو ولد الناس يعني رضا. ما نقولش لكم شنو جاب لامي السعديه، ما نقولش لكم شنو عطى لامي السعديه، ما نقولش لكم شنو دخل معاه، يعني كبر بينا واحد التكبيره اللي ما شاء الله. قال لك ساره كبرات بيا، يستاهل كثر لو كان تعرفوه هو كيفاش كبر بينا، يعني لو كان تعرفوه هو والناس اللي جاوا معاه العائله ديالو كيفاش كبروا بينا، يعني ما شاء الله عليه. حاجته ماشي ديالته، حاجته ماشي ديالته، وقريب وحلو ونقي وعندي مركوب غزال ما شاء الله، راجل ونص بصراحة كيدير شي حاجة. سعادة خالصة، أنت حريودة، أنت أختي هي كتشكر في كاتك سعدات المرة اللي خداته. كنقول الحريودة كتفرج في الفيديوهات ديالنا، وقالت لك بلاتي أمي أنت واحد دقيقة، قالت لك أمي السعدية كتعيرة وتقول لها سحارة، أمي السعدية كتقول الحريودة سحاره وكدير الكوكوت وكدير، واخا انا ما عارفه شنو المعنى ديال الكوكوت، ولكن باينه شي حاجه ديال السحور، ما فيهاش السحر باينه. دابا هو قال لي انا كنموت عليها،
قالت لي دايره لك الكوكوش. شوف انا لا ايمان انا لا غزاله ما تحتاجي ما تحتاجي لا كوكوط ما تحتاجي لا مجمر غزاله ما شاء الله وجبتيني وشفتك وجبتيني وتعلقت بيك وبغيت نجي عندك وبغيت نشوفك وبغيت نشتاق عرسك. امي هي الكاميرا وبغيت نشوف عرسك عجبتيني صراحة. رضا رضا جا عندنا عرض علينا العرس ديالو ما شاء الله وقال لي مرتي كنبغيها كنموتي عليها ما خلاتنيش مستعدية نهضر هاسك شي شعر تعوافي ديالها ويديا هي. قلت لكم صراحة جا كبر بينا قال لنا مرحبا بكم في العرس ديالي ان شاء الله. وهي بغيت نقول إيمان تبارك الله عليك وان شاء الله انا رديت عليك باش نقول لك ما ديتش على امي سعدية مرة كبيرة يعني كما قلتي انت كضحكنا وهذا انت ما كتقولي لي ساره علاش ما كتبانيش مع امي سعدية انتما علاش ما متفقينش قلت لكم البنات بغيت نقول لك ايمان ما ديتش على امي سعدية مرة كبيرة غير ضاحكة ما عرفتش ما نقول لك والله القسم انا شكرا لك بعدا على داك الهضره اللي قلتيها في حقي كنشكرك بزاف وكنشكر رضا رضا صراحه اللي واحد جيتوا مع بعضياتكم ما شاء الله عليكم الله يا كنموت على مرتي ها سمعي قال لها كنموت على مرتي هي تقول لي عندك راه كدير الكوكوط وهي كتقول لي كنموت على مرتي انا كنبغيها كنموت عليها وانا اللي كنبغيها انا كنبغي نتا المهم انا شفتك عجبتيني خليتيني بالعدم بالزين والعين والعدم والبيان. المهم البنات كثروا من التعالم هذا بلا مش طراجي مرة تلفاتني امي سعدية انا باقا شاده في نصيحه رضا كثروا من التعالم البنات هاد الشارفه راه صافي حمقاتني من الزماره اجي نقول لك في ودها ويلي ويلي هي خدالة كتقول لك انا خايبة. المهم البنات قلت لكم كثروا من التعاليق بزاف 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 انا من سعدية الفيديو راه جانا مخربق ما عرفنا لي راسو من رجلي كتهضر هكا كتحبس لي الهضره وكلشي كثروا من التعاليق تابوناو عندنا في القناه وتعاودوا ديزابوناو من عندنا وتعاودوا تابوناو ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك وتكثروا باش النوتيفيكاسيون تبقى توصلكم نتوما والمتابعين الاخرين المشاهدين ديالنا. حاجه اخرى بغيت نقول لك رضا شكرا لك بزاف وفرحنا بالزياره ديالك ان شاء الله تكرر مره واحده وجوج وثلاثه والله يجعلها معرفه خير وتهلا في ايمان بزاف تستاهل والله الا تستاهل انت وياها. مرحبا بكم ومرحبا بكم لكل وقت رضا راه موعدنا ان شاء الله هو ايمان بالزياره ديالو لينا ان شاء الله مرحبا بكم. بغيت نقول لك امي سعدية يلا نتوما قالت لك شنو دينا مراكش شنو ديري في مراكش امي نموت على مراكش قالت لك عجب هذاك الشارف اللي تلاقات معاه اللي هزا في ديك الكروسه ديال طارد معاشو ملي مراكش وتخليا القلب وديتيني للدار وداريتيني هز لالا البنات شفتوا الفيديو هز لالا في الكروسه وتسارى بيها وما خلى فين داها ودورها من هاد الدرب ودورها على الزنقه زنقه زنقه قنت بقنت وليتي عند كناوه وجيبها من عند كناوه يديها عند القروده وليتي من عند القروده يديها عند صحاب الحلقات ومن الحلقات تجي تقول قال لي اش حب خاطرك يا سعاد ياك امي بقيت نشوف بي يا ولا خلا وبارك الله تك 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 هذيك جربة بيدري هذاك اللي الراجل اللي كيشطح محزم الله يسترنا وتا واحد مكره قلت لها امي
قالت لي رجع للمراه تشد لها، ما يمكنش غادي يرجعوا ردوك في ديك الكاروس طالب معاشه. قالت لي لا يمكن غادي لي الكروسه ديالي البوسيت ديالي، وهذاك السيد غتجيبيه ليا الطارت معزه. نزلات معزه، هذاك هو اللي يسوق بيا. قالت لها كيفاش بغيتي؟ قالت لك مات عليا والله العظيم. غادي ندير ليا امي مرتو كتشوفك. لا ويلي بيني مرتو من الدار ورا غتشوفك في التليفون. لا واخا الدار في غتو ورا بيني خدو قالك تعال غتشوفك دابا في القناة. وتشوف انا ما سكت ندير معاه الكار وركري ليه. لا ما سكت قالت لك دير معاه الكار. ايه امي ما سهلاش. ويجي ويتبان ويتعلم. اويلي امي اويلي الحب الزين ديالي. قرب ليها عثمان قرب ليها التليفون. قولي حبي الزين ديالي الحب ديالي. إلا خايب بغيتك وراح ريال بغيتك وراح ريال بغيتك وخا قلتي لي طبيت. أنا راه طبيت أنا مكرمات تخرج أنا بغيتك أنت وخا ديرو هيك الزين هاداي وراح تغنيو ونعيشو نعيشو عيد من التراوس. وبغينا نهدي لهديك عرفتي اللهم ضربة كيقول اللولي كانك اللهم ضربة بحقنا ماما كلمة الدماء اللهم كلمة بسمها ولا ضربة بدمها. اللهم ضربة بدمها ولا كلمة بسمها. قلب شامل البنات هنا وصلنا لنهاية ديال الفيديو ما نطولوش عليكم ان شاء الله. بغيت نقول لكم ما تنساوش ديزابونا من عندنا وتابونا باش تبقى توصلكم النوتيفيكاسيون ديال الاشعارات ديال القناه ديالنا وكذلك اي جديد لحنا في الفيديو ديالكم. بغيت نقول لكم نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم وشكرا لكم اللي كيسولوا فينا. ان شاء الله خير لينا وخير لكم. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بصحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله. ايمان خويا رضا كنتمنى لكم السعاده وشكرا لكم بزاف. رضا شكرا على النصائح القيمه اللي عطيتيني. رضا بغيت نقول لك شكرا النصائح القيمه اللي عطيتيني. رضا ولد الناس. رضا كما كيبغي الخير راسو كيبغي الناس كاملين. رضا صدمني فيه ما شاء الله انسان رجل ونص بمعنى الكلمه. القلب الطيب السخاوه ما عرفت شنو غنقول لك كاع اللي نقولها في حقه قليله. هادشي كامل قليل في حقه. نكذب عليكم داك السيد كنحتارمو بزاف. وقع بيناتنا سوء تفاهم كيف ما قلتو بسيط ولكن راه ما تعاطيناش ما حتى شي حاجه. بالعكس بقينا في احترام واحترمنا بعضياتنا وبقينا على تواصل واخا هكاك خير ودليل انتم شفتوا كلشي على عينيكم. داكشي علاش غادي نقول لك بوسه ليكم كاملين وبوسه ليك خويا رضا انت والوالده ديالك والعائله ديالك وحتى ايمان. والله سلامات.